هاد الندوة ينظمها قطاع المحامين الاتحاديين بالدار البيضاء حول مشروع المسطرة المدنية اللي هو الآن اليوم في طور المناقشة. فعلا هذا مجهود كبير كيبدلوا القطاع وكتبدلوا هيئات المحامين كيبدلوا واحد مجموعة ديال الإطارات من أجل مناقشة هذا المشروع. لكن الملاحظ هو أن تجاوب في التعاطي مع هذه المجهودات عبر عشرات الندوات ومئات المقالات لا تغير شيئا في مسار هذا المشروع. صعيب بزاف أن مشروع بحال هذا اليوم يتسمح بأنه يدوز في المؤسسة التشريعية من طرف يعني مختلف الفرقاء، إن مشروع يخالف نص وروح التسليم من في مستويات كثيرة، تضييق على يعني الولوج إلى العدالة من خلال تقليص طرق الطعن بربطها بقيمة معينة، إتقال المشروع بالغرامات اللي كاينة في عشرات مواد المشروع، يعني ربط التقاضي بإيداع مبالغ مالية بصندوق المحكمة لممارسة الحق، واحد العدد من القضايا اللي تتمس شروط المحاكمة العادلة في العمق. هادشي كله تيجي في ظل دستور 2011. من الصعب جدا قبول مشروع مثل هذا. انا ما شفت شي مشروع اللي يعني الجميع متفق على رفضه. انا تصنت المحامين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء الى غير ذلك كلهم ما متفقينش مع هذا المشروع. هذا اليوم مطالبين باننا كمحامين ولكن ايضا جميع الفرقاء ديال العدالة اننا نناقشوا ان الجهه اللي طرحت المشروع والمؤسسه التشريعيه اللي هو فيها اليوم انها تسمع المختلف هذه الاطراف وخاصه المحامين اللي هما اللي كيمارسوا في يعني في المحكمه وكيساهموا في تنزيل هذا القانون الشريعي. اذا كان ضروري اساسا اننا نعدلوا واننا نبدلوا مشروع اننا نبدلوا المسطره المدنيه، اذا كان ضروري فخصها تكون منضبطه لنص وروح دستور 2011 وخصها تسمع الجهات المعنيه، خصها تسمع الاطراف الاخرى. ان هذا مشروع غيرهن الممارسه لعقود من الزمان، وبالتالي ما يمكنش اننا يعني فقط لان الحكومه عندها الاغلبيه في البرلمان انها تدوز مشروع بهذا الشكل. Thank you.